10 اتجوزوا من نفس الراجل وخدوا لقب فنانات لكن ضراير. لكن يا ترى علاقتهم ببعض بقت عاملة ازاي؟ تعالوا نعرف كل التفاصيل في الفيديو ده. من الفنانات اللي ليها ضرائر كتير في الوسط الفني هي الفنانة ميرفت أمين، واللي اتجوزت على مدار حياتها 5 مرات، منهم 3 كانت فيهم ضرة. المرة الأولى لما اتجوزت من الفنان عمر خورشيد، واللي يعتبر تاني جوازة ليها. الطلاق حصل بينهم بسبب اكتشافها لخيانته مع ملكة جمال لبنان وقتها. ومن بعد ميرفت أمين اتجوز الفنانة مهاب عوف، واللي كانت آخر جوازة للموسيقار. وميرفت قالت عن الجوازة دي كان قمر من جميع النواحي، راجل دمه خفيف بيحب الحياة جدا. أهلها ما كانوش موافقين على جوازها منه بسبب فرق العمر بينهم، رغم كده اتجوزته وفضلت على ذمته لحد ما توفى. وفضلت مها تتكلم طول حياتها عن حبها ليه. تاني مرة تتحول فيها ميرفت أمين لضرة كانت في جوازتها التالتة بحسين فهمي، واللي نتج عن جوازهم بنتها الوحيدة منها. وبعد طلاقه من ميرفت أمين اتجوز الفنانة لقاء سويدان. والمرة الأخيرة اللي كانت فيها ميرفت أمين ضرة كانت في جوازتها الأخيرة من رجل الأعمال مصطفى البليدي، وقبل ما يتجوزها كان متجوز الفنانة هدى رمزي. قبل ما يطلقها هدى قالت إنه جه وقال لها إنه عنده أزمة مادية ومحتاج طقم الألماس اللي جابه لها قبل كده. فعلا خدوا منها، وبعد ما اتطلقوا بكتير واتجوز من ميرفت أمين. ميرفت وهدى تقابلوا في مكان عام، والصدفة إن ميرفت كانت لابسة الطقم ده. هدى سألتها جابته منين، قالت لها إنه هدية من جوزها مصطفى البليدي، ودي كانت الصدمة لما عرفت إنه من الأساس كان بتاع هدى. وردها الوحيد إنها قالت لها لو أعرف إنه بتاع حد تاني ما كنتش قبلته. وزي ميرفت أمين كانت نادية الجندي اللي اتجوزت من المنتج محمد مختار، فضل بينهم حتى بعد الطلاق علاقة طيبة وشغل كتير. نادية في لقاء ليها قالت إنه لازم يكلمها كل يوم يطمن عليها ويومها ماشي إزاي. وبعد طلاقه منها اتجوز رانيا يوسف اللي خلف منها بنتين، وفضلوا وقت طويل علاقتهم كويسة ببعض لحد ما اتطلقوا. وقتها رانيا قالت إن سبب الانفصال السحر ودخول ناس بينهم، ووضحت في كلامها اللي كانت بتهدي نفوس نادية الجندي. الحقيقة إن نادية كانت ضرة برضه مع فنانة تانية وهي شادية، واللي كانت متجوزة من عماد حمدي. بسبب الغيرة انفصلوا بعد كام سنة جواز. وبعدها نادية الجندي اتجوزت وبرضه انفصلوا واتجوزت محمد مختار. وفي وسط جوازات الوسط الفني في جوازة مش مشهورة، وهي جوازة الفنانة سوسن بدر من شاب أصغر منها ب20 سنة. الكل كان معارض الجوازة دي من قريب ومن بعيد، قعدت 4 سنين على ذمته وفي الآخر انفصلوا. والمفاجأة إن بعد الانفصال نفس الشخص اتجوز من الفنانة داليا البحيري، وكانت صدمة بالنسبة لكل اللي في الوسط الفني. في الجيل الجديد فيهم كم ضرة قعدوا ترند وقت طويل بسبب جوازاتهم، منهم سمية الخشاب وريم البارودي، واللي قلب الدنيا وحصل بينهم خلافات للصبح بسبب جوازهم من أحمد سعد. خصوصا أن أحمد سعد اتجوز ريم الأول وقعدوا فترة متجوزين، وبعدها اتجوز سمية الخشاب. وكانت الأزمة اللي الكل بيتكلم عليها أن سمية وريم كان معروف أنهم صحاب، وكان فيه هجوم كبير على سمية لأنها خطفت أحمد من ريم في رأي الجمهور. لكن بسبب الانفصال اللي حصل بين أحمد وسمية والمشاكل الكبيرة وقتها، الخلافات ما بين الفنانتين اختفت، وبقت كل واحدة فيهم مركزة في حياتها ومسيرتها الفنية. وزي ما الهجوم اتقسم أحزاب في موضوع سمية وريم، ده نفس اللي عملوه بعد انفصال ياسمين عبد العزيز من جوزها وأبو عيالها محمد حلاوة وجوازه من ريهام حجاج. وبدون مقدمات أغلب الجمهور اختار ياسمين لأنها بيعتبر كبرت معاهم من وهي صغيرة لحد ما بقت نجمة أعمال كبيرة. في الأغلب المقارنة ما انتهتش غير بجواز ياسمين بأحمد العوضي. في وسط كل الضراير دول في فنانات رغم كونهم ضراير بس علاقتهم ببعض فضلت مقربة وكويسة، زي دينا الشربيني اللي اتجوزت عمرو دياب وفضلت علاقتها كويسة بشيرين رضا أول جوازة ليه. زيهم بالظبط ويمكن أكتر هما إسعاد يونس وشريهان، اللي رغم جوازهم من علاء الخواجة بس أكتر واحدة وقفت جنب شريهان في تعبها كانت إسعاد يونس. افتكروا مين في كل الفنانات دي تستاهل لقب أقوى ضرة؟ شاركوني برأيكم في التعليقات.